آخر حبيبين المتمرد. آخر حبيبين بظهرين متقابلين يمشيان عن بعضهما برصاصتين في مسدسين بين يديهما. من يطلق أولا يبقى على قيد حبهما وحبلهما وحضنهما وصلوات أقاماها في حضرة ربهما. فقبل سنتين كان هذين الاثنين في أوج مجدهما، في عز الإله، في قمة ما لا أحد في القاع وجدهما. حافظا على شباب روحيهما إلى أن ظنت الأكوان أنها أعجز منهما، فحكت لهما حتى أقسمت أن لن يعيش اليوم إلا واحد منهما. طرق الطاغية بمطرقة معلنا عن بدء تنفيذ أحكام حرب علنية لا ممنطقة. من كان محظوظا بينكما سنرى حبيبه قد عتق، متعون بالذي جمعكما وانفذ منها بخرافة قواه المطلقة. خطوات قليلة قبل الموعد، موعد لقاء العيون الأخير. أفمن يذكر مشاهد الحب أثناء الواقع المرهب؟ السيدات أولا ويبدأ الرجال قلب الحديث. سيدهم القاضي، للفوضى نظام وللرجل إنسانا، من كل شيء زوجان، فقانون العبادة ازدواجي. من التحام ذرتي حب ستخلق سلالة، لكن إن تفارقت أصولها دخلت كلها حالة نفور همجي. فلا تقل، لا تقل عني عاشقا جاهلا. أما بعدها فلا ظل لي، لا انعكاس يساويني، لا من يجانسني أو يعامدني أو يوازيني، لا نقيض، لا مقابل، لا ثقة، لا كفة. حظي في طفرة موازيني، لا رد فعل لي في الحب، فمن بعدها قد يجاريني. لا أخاصمك عند الله، كفاني أعداء حتى من قبلك. فشلنا في الحب، نجحنا في الصلاة، نجحنا في العيش، فشلنا في قلبك. فأقم قصاصك يا قاضي، اقتلها واقتلني، نحن لن نقتل بعضنا. قالت ضاحكة تحدث حتى تصل لقبرك، لن تطلق النار، أحفظ نمط تفكيرك المسكين. تقبل الطغاة وإن كنت رجلا فلتحمي مني قلبك، ولأنك امرأة لست أراك لكني أعلم أنك تبكين. متنا وعشنا للحقائق في طي كلام الكتمان، أم لما وقف الجمهور مستشعرا أثر المقاومة؟ شرارة أم حرائق، إنهم يحزرون ما يفعله الحب بالإنسان. قل عجب أرقى مما تفعله الكراهية بكم لا مقارنة. فمع كل خطوة تخطوها الأقدام تتجمع الحشود للقمار والمساومة. رأس من سيقع لينحر الحب للأبد، ليرسل واحد للعدم ويثبت أن الآخر قد كذب أمام حشد اجتمع ليكفر بمفاهيم المرحمة. آخر قلبين يطعنان بنفس الوتد. صاح من بينهم مناد، رأيته وأعرف النهاية، والنتيجة محسومة فاتبعوني تكسب الرهان. ذاك الساقط سرق رصاصة السيدة منذ البداية، هذا احتيال وخيانة، أحكم على الحب بالإعدام. إلا أن آخر حبيبين كانا في آخر مكالمة، في عالم غير عالم، في عام غير عام. تستغرب خصما عند الحافة يريد خوض المجادلة، تناجيه بالصمت الحاضر ويودعها غيابيا بالكلام. فلتبقي بأمان. قبل خطوتين أخيرتين من العلامة، توقف آخر حبيبين حين تلقيا إشارة الاستدارة. مغمضا العينين التف الاثنين على مهل وسط الدوامة، ببطء شديد لم يعهده الجمهور ولا رعاة البقر ولا الحضارة. قال الحكماء إنهما هما آخر حبيبين. نظرا لبعضهما متفقين في القرارات، أومألها فأبعدت ناظريها عنه. تبادلا أزمنة وأماكن بالنظرات عنيدين، ورهان الحشد يدفع ضريبة هذا الفن. ثم حين تجمدت مكانها هو ابتسم وأشعرها بالتهديد حين صوب في خطفة نحو صدرها. ظنت أنها رأت خائنها الذي بعهدهما ما التزم، ضغطت الزناد غريزة لتحتمي ممن لاذ بغدرها. لكننا لم نسمع دويا، ما الذي حدث؟ تسأل المفزوعة العمياء. لا بارود ولا رصاص، لا موت ولا نجاة. فتحت عيناها لتجده مكابرا ثابتا بكبرياء، فزعت حين ظنت أنها فوتت آخر قطارات الحياة. لكنه لا يزال راكدا كالبحر، منتعشا كالمياه. لقم سلاحه برصاصتين وتمتم سرا الآيات.
لا غضب باد عليه ولا سعادة، لقد قرر دون استياء أن الطلقة الأولى ستحرم العالم من أقوى النهايات. صوب المسدس نحو الشمس فلسترها أرد الضوء قتيلا، لا أحد رأى شيئا في الظلام إلا هي وخزها دفء الغدار، وإنه حين وضع الفوهة بين عينيه رأى حلما جميلا، في ظلام دامس صوب نحو قلبه وأطلق النار. المتمرد آخر حبيبين.